يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجد الرجل في ثيابه مديا ولا يدري هل خرج منه قبل آخر صلاة أو بعدها، فهل يعيد صلاته؟ ما دام لا يعلم متى خرج وهو متيقن أنه متوضي، فاليقين لا يزول بالشك، يبقى على وضوءه حتى يتيقن. نعم. كذلك يقول حفظكم الله، ومن شك أنه أمذى فهل يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتفقد ثيابه ليتيقن؟ ما هذا وسواس وتكلف، ما دام ما تيقن 100% أنه انتقض وضوءه فهو باق على طهارته. نعم. وبهذا يزول كثير من الوساوس والمشاق. نعم.